بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين مواسم للخيرات ليطهرهم فيها من الذنوب والسيئات، فجعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على سنته إلى يوم القيامة، سلم تسليما كثيرا. استقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعد أيام قلائل هي ما تبقى من شعبان، استقبلون شهر رمضان الذي جعله الله موسما للرحمة والغفران، وفتح فيه أبواب الجنان وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه كل مارد شيطان لأجل أن المسلمين يتزودون من الأعمال الصالحة ويتطهرون من ذنوبهم وسيئاتهم، فهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم وإحسانه إليهم. أيها الإخوة، إن شهر رمضان شهر عظيم، موسم كريم، والمسلم لا يفرح بطول العمر من أجل أن يجمع المال أو يبني القصور أو يجمع الأرصدة الضخمة من الأموال، هذا شأن أهل الدنيا المغترون به، وإنما المؤمن يفرح بطول العمر ليدرك هذه المواسم العظيمة اليومية والأسبوعية والحولية، ليدركها ليتدارك نفسه ويتزود من الخير للدار الآخرة. هذا هو مهمة المؤمن من الحياة، فإنه إن جمعت له الدنيا بحذافيرها ونال من لذاتها ومسراتها ما نال، فإن ذلك عرض زائل، وإنما الغنيمة كل الغنيمة والذخيرة كل الذخيرة هي ما يوفق الله به عبده لاغتنام مواسم الخير واغتنام عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. إننا بعد أيام قلائل لمن له بقية من العمر، بعد أيام قلائل نستقبل شهرا عظيما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه قبل قدومه ويرغبهم للأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم،
فينبغي لنا أن نحمد الله ونشكره إذا بلغنا هذا الشهر، وأن يوفقنا لاغتنامه فيما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين اعتادوا أن يخرجوا زكاة أموالهم في شهر رمضان لأجل شرف الزمان ومضاعفة الأجر، وهذا شيء طيب ونرجو الله لهم القبول، ولكن قبل أن يزكوا أموالهم عليهم أن يزكوا أنفسهم وأن يزكوا أبدانهم، ثم يزكوا أموالهم. أما زكاة النفس يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيه، والزكاة معناها الطهارة، معناها الطهارة أو من معانيها الطهارة، فيطهر العبد نفسه من الذنوب والسيئات. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه بالأعمال الصالحة وطهرها من الذنوب والسيئات بالتوبة والأعمال الصالحة، هذا هو المفلح. وأما من أهمل نفسه وضيعها وأعطاها ما تشتهي من الكسل والخمول ونيل الشهوات فهذا خاب، خاب من دساها، مع أنه يظن أنه يكرمها. إنسان عندما يعطي نفسه ما تشتهي ويطيعها فيما تأمره به يظن أنه زكاها، في حين أنه دنسها ودساها. أما إذا حملها على طاعة الله ومرضاته وترك محرماته فإنه هو الذي زكاها التزكية الصحيحة وطهرها من الذنوب والمعاصي ونماها بالطاعة. ومن معاني الزكاة أيضاً النماء، فإذا نمى أعماله فقد زكاها. فعلى الإنسان أن يهتم بتزكية نفسه، وفي الحديث: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأما الذي يمدح نفسه، أما الذي يمدح نفسه ويزكيها بالكذب فقد قال الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تمدحوا أنفسكم وتعجبوا بأعمالكم، هذا شيء نهى الله عنه، وإنما تزكي نفسك بالأعمال الصالحة تشكر الله على ذلك. وفي الحقيقة أن الله هو الذي زكاها حيث وفقك لتزكيتها بالأعمال الصالحة.
قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. عليك أيها المسلم أن تزكي نفسك بالأعمال الصالحة، بأداء الفرائض واجتناب المحرمات والإكثار من الطاعات. فرصتك في هذه الحياة الزائلة، فهذه هي التزكية المطلوبة للنفس. وأما التزكية بالمدح والتزكية بالثناء على النفس والإعجاب بالأعمال، فهذه تزكية باطلة وصاحبها خائب وخاسر. ألا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، دل على أن التقوى هي الزكاة، وأما غير التقوى فإنه ليس زكاة للنفس. مهما ادعى الإنسان، وأيضا الإنسان لا يعجب بأعماله وهو لا يدري هل تقبلت أو لا، لا يدري هل هي خالصة لله أو لا. بل الله يزكي من يشاء، فلا تعجب بأعمالك أو تستكثر أعمالك تدلي بها على الله جل وعلا، بل اعتبر نفسك مقصرا، مهما فعلت فأنت مقصر ولا تدري هل تقبلت أو لا. ادعو الله بالقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه تزكية النفس. النوع الثاني تزكية البدن، وذلك بدفع زكاة الفطر. دفع زكاة الفطر بعد صيام رمضان، صدقة الفطر، زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن، ولذلك تجب على كل مسلم، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، لأنها زكاة للبدن. هذا البدن الذي أعطاك الله إياه وركبه من أعضاء وقوى، التركيب العجيب، هذا يحتاج إلى زكاة. فصدقة الفطر زكاة لهذا البدن، وهي صاع من الطعام فرضه الله على كل مسلم عند نهاية شهر رمضان. فليعتني المسلم بهذه الزكاة ويؤديها من كسب طيب، ويؤديها للفقراء والمساكين في وقتها، في وقت إخراجها. هذه زكاة البدن. والنوع الثالث زكاة المال، وهذه إنما تجب على الأغنياء الذين عندهم أموال تبلغ النصاب فأكثر. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والزكاة، زكاة المال، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. قرنها الله بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه،
فلا يأتي ذكر الصلاة في الغالب في القرآن إلا ومعه ذكر الزكاة لأهميتها وفائدتها، وهي طهرة للمال وتنمية للمال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه بها، وصل عليهم أي ادعو لهم إن صلاتك سكن لهم، فهي طهرة تطهرهم وتزكيهم بها، ليست مغرما وإنما هي مغنم. فالمؤمن يؤدي الزكاة على أنها مغنم، أما المنافق فيؤديها على أنها مغرم، يؤديها على أنها مغرم ولا يعتقد أنها مغنم. المنافقون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله غفور رحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته والله غفور رحيم. المؤمن يفرح بأداء هذه الزكاة طيبة بها نفسه، يعتبرها مغنما، يعتبرها طهرة لنفسه، طهرة لماله، طهرة لأعماله، فيؤديها راغبا في ثوابها، طامعا في أجرها عند الله سبحانه وتعالى. هذه زكاة المال، ليس المقصود أنك تدفع مبالغ من المال بدون أن تعتقد أنها ركن من أركان الإسلام، وبدون أن تعتقد أنها بركة وأنها خير ونماء وطهارة، لا بد من هذا حتى تكون هذه الزكاة واقعة موقعها ومفيدة. لا بد أيضا أن تدفعها للأصناف التي حدد الله عددهم في كتابه، ما تدفعها لأي أحد، تدفعها للأصناف التي جعلها الله فيها. فالله لم يكل الزكاة إلى رسوله ولم يكلها إلى أحد، بل هو سبحانه تولى قسمتها بنفسه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. ليس بلازم أنك تشمل هذه الأنواع الثمانية، إذا أخرجتها لنوع واحد كفى هذا، كأن تعطيها للفقراء المساكين هذا يكفي والحمد لله، لكن لا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. لو دفعتها كلها في سبيل الله للغزاة والمجاهدين الذين ليس لهم راتب من الدولة، المتطوعون، يكفي هذا أيضا، يكفي أن تضعها في صنف واحد إذا كان هذا الصنف يستغرقها وكان محتاجا إليها، إلا أنك لا تخرج
عن هذه الأصنام، حتى في المشاريع الخيرية لا تصرف الزكاة فيها، فلا تصرفها في بناء المساجد، لا تصرفها في بناء المدارس، لا تصرفها في بناء المستشفيات والمشاريع التي تنفع العموم من المسلمين، ما توضع فيها الزكاة، هذه تمول من التبرعات، لا تعطل، مطلوبة لكن لا تمولها من الزكاة، مولها من التبرع وصدقة التطوع، فهذه مصارف الزكاة. ولو أنك خرجتها كاملة لكن لم تتقيد بمصارفها إنها لا تجزي، إنها لا تجزيك ولا تبرئ ذمتك. كذلك لا بد من إحصاء المال لأن لا يبقى شيء منه لم تخرج زكاته، فلا يكفي أنك تدفع مبلغاً مقطوعاً من باب التخمين وتقول هذا يكفي، لا، لازم من الحساب، تحسب أموالك، تحصيها، تجردها، ثم تخرج زكاتها، كل شيء بمقداره الشرعي. الدراهم نقود يا ربع العشر، خارج من الأرض إن كان يسقى بمؤونة نصف العشر، وإن كان يسقى بدون مؤونة كالذي يشرب من الأنهار أو من الأمطار فهذا فيه العشر كاملا. وإن كانت من المواشي الإبل والبقر والغنم هذه لها مقادير بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينها وحددها، فلا بد أن تعرف هذا وأن تخرج زكاتها على الوجه المشروع. وإن كانت الأموال التي عندك عروض تجارة سلع للبيع والشراء فإنك تقومها عند رأس الحول، تجردها عند رأس الحول، تجردها أولا وتحصيها، تحصي السلع التي عندك بالكامل، ثم تقومها بما تساوي بالسعر الحاضر، ثم تخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. لا بد أن تفقه فقه الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام، من أجل أن تبرئ ذمتك منها، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، قرينة الصلاة في كتاب الله. ولما منع قوم الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما ندفعها إلا للرسول ولما مات لا ندفعها لغيره، فأبوا يدفعوها لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عند ذلك جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم حتى أدوها وخضعوا لحكم الإسلام. فمن امتنع من إخراج الزكاة فإن كان امتناعه عن جحود لفرضيتها هو كافر بإجماع المسلمين، أما إن كان امتناعه من أجل البخل، منعها بخلا، فهذا تؤخذ منه قهرا، خذها ولي الأمر منه قهرا، لأنها حق للفقراء والمساكين،
حق واجب عليه. فإن لم يمكن أخذها قهرا وكان معه جنود وشوكة وغلبة فإن ولي أمر المسلمين يقاتله ويجهز الجيوش لقتاله كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يدل على أهمية الزكاة ومكانتها في الإسلام. هذا ما يتعلق بالزكاة. وأما ما يتعلق بمخالفة الصائمين أو مخالفة بعض المسلمين لما ينبغي في شهر رمضان، مخالفات كثيرة، من الناس الذين وفقهم الله من يعد العدة لشهر رمضان بالأعمال الصالحة، يستعد للصيام، يستعد للقيام قيام الليل، يستعد لتلاوة القرآن، يستعد لذكر الله، يستعد للصدقات والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وهذا هو الموفق، هذا هو الموفق الذي عرف قدر الشهر وأدى واجبه. ومن الناس من يستعد لشهر رمضان بشراء الحاجيات والكماليات، وكأن شهر رمضان شهر الأكل والشهوات وليس شهر الصيام. المطلوب من المسلم أن يقلل الطعام والشراب في شهر رمضان من أجل أن ينشط على العبادة وعلى قيام الليل وعلى ذكر الله عز وجل، لأن الإكثار من الطعام يكسل ويثقل الإنسان عن الطاعة، فلا تنبغي هذه المبالغات في شراء الكماليات المنوعة من الأطعمة والأشربة. ينبغي أن يكون شهر رمضان أقل من غيره في شراء الحاجيات، لأنه ليس شهر أكل وشرب شهوات، وإنما هو شهر الصيام والإقلال من الطعام، فهذا ينبغي التنبه له. فإن بعض الناس لا يعرف شهر رمضان إلا أنه شهر الأكل والشرب وإعطاء النفس ما تشتهي، السهر بالليل والنوم بالنهار على أنه صائم، يقول صائم وينام كل النهار، حتى إنه يترك الصلوات الخمس في مواقيتها ومع الجماعة ولا يصليها إلا إذا استيقظ في آخر النهار أو عند الإفطار. هذه خسارة عظيمة. المطلوب منه أن ينشط في الطاعات المستحبة ويكثر منها، فكيف يضيع الفرائض التي أوجبها الله عليه في شهر رمضان وينام لحجة أنه صائم؟ نعم ينام لا بأس ينام، لكن ينام بقدر، ينام نوما لا يثقله عن طاعة الله ولا يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يترك به الصلوات في مواقيتها مع الجماعة، لا يترك تلاوة القرآن والذكر، يجعل للنوم وقتا ويجعل للطاعات وقتا أكثر، فهذا هو الموفق. كذلك وهذا أسوأ وأشر الذين يعدون البرامج الملهية في وسائل الإعلام، يعدون البرامج والمسلسلات والمضحكات والشرور لشهر رمضان. أين حرمة الشهر؟ أين قدر الشهر عند هؤلاء؟ وليت شرهم يقتصر عليهم، بل إنهم
يتعدى شرهم إلى المسلمين الذين يشاهدون هذه المسلسلات وهذه التمثيليات وهذه السواقط. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء ولا يشغل وقته بهذه المسلسلات وهذه الملهيات والمغفلات يسهر عليها وتأخذ وقته تغفله عن ذكر الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العافية. هؤلاء حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم وصاروا قدوة سيئة، صدوا عن سبيل الله وانتهكوا الشهر بهذه المسلسلات والتمثيليات والمضحكات ترهات والمسابقات التي أغلبها من القمار، مسابقات أغلبها قمار، ضياع للأموال، أكل للمال بالباطل، ليشغلوا الناس، يخسرون أموالهم ليشغلوا الناس. نسأل الله العافية. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه بيان آداب الصيام التي يخل بها كثير من الناس. آداب الصيام، وذلك بأن يجعل السحور قبل طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. بعض الناس يتسحر مبكرا، إذا أراد أن ينام يسهر أول الليل، وإذا أراد أن ينام ملأ بطنه ثم نام، يقول هذا السحور، فيصوم قبل وقت الصيام ويقدم السحور قبل وقته. الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن آداب الصيام تأخير السحور، من آداب الصيام تأخير السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر. من الناس من إذا استيقظ أو تنبه تسحر ولو كان الفجر قد طلع، وقد يجامع زوجته أيضا والفجر قد طلع، فيكون صيامه باطلا لأنه لم يصم الصوم الذي أمره الله به، فلا أكل ولا شرب ولا جماع بعد طلوع الفجر. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيؤخر السحور ويجعله قبيل طلوع الفجر عملا بالسنة، وليكون السحور مقويا له على الصيام. أما إذا قدمه مبكرا فإنه لن يعينه على الصيام مخالفة للسنة. ولننبه على مسألة حصلت ويدعو إليها بعض المتعالمين، وأنهم يقولون: لا تصوموا على طلوع الفجر مع الأذان، لا تصوموا على الأذان، الأذان خطأ. يخطئون المسلمين كلهم ويقولون: ما بعد صار الفجر، يأكلون ويشربون بعد الناس ويؤخرون الصلاة بعد الناس، وربما يجامعون زوجاتهم بعد الناس بعدما يصوم الناس. فهذا شذوذ مخالفة لما عليه المسلمون، والمسلمون ولله الحمد واثقون من وقت صيامهم،
فلا يأتي أحد ويشكك في هذا الأمر ويقول للناس تأخروا ثلث ساعة عن صيام الناس والناس كلهم مخطئون إلا هذا فهو المصيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلنحذر من هؤلاء. كذلك آداب الصيام، تعجيل الإفطار عند غروب الشمس حتى ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم. هذا وقت الإفطار، إذا غربت الشمس، وعلامة غروبها ما هو بالغروب أن تتوارى وراء جبل ولا وراء عمارة ولا، لا، الغروب علامته الصادقة أن يأتي الظلام من جهة المشرق، فالتفت إلى المشرق، فإذا رأيت ظلام الليل مقبلا فقد غربت الشمس. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، علامة واضحة. هناك من المبتدعة من يؤخر الإفطار إلى ظلام الليل، إلى أن تشتبك النجوم، وهذا مخالفة للسنة. أحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا، هؤلاء يخالفون السنة فلا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم وأظلم الليل في منتصف ما بين العشاءين، هذا فعل المبتدع. المسلم يتقيد بالسنة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله بالإفطار. كذلك، وهذه مسألة مهمة وكثر السؤال عنها وكثر الواقعون فيها، وهي أنهم يعاشرون زوجاتهم وهم صائمون، يعاشرونهن حتى ربما يقعون في الجماع، يقعون في الجماع. الصائم منهي عن الرفث، منهي عن الرفث وهو الجماع ودواعيه، يتجنب ما يسبب له الشهوة ويثير الشهوة مع زوجته، فلا ينظر إليها نظر شهوة، ولا يلمسها أو يقبلها تقبيل شهوة، لأن هذا يوقعه في المحرم وهو الجماع، فعليه أن يتجنب هذه الأمور، يتجنب هذه الأمور. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته وهو صائم، لأنه كان مالكا لإربه، لا تثور شهوته صلى الله عليه وسلم، الذي يملك إربه ولا تثور شهوته لا بأس أن يقبل تقبيل عشرة، لا تقبيل شهوة، لا تقبيل شهوة، إنما هو تقبيل مودة، حيث ولا تثور شهوته. أما الشاب الذي تثور شهوته إنه يتجنب الأسباب التي تفسد صيامه. كذلك بعض الناس، بل كثير من الناس، صومون عن الطعام والشراب وعن الجماع، صومون عن المفطرات، المفطرات الحسية، لكنهم لا يصومون عن المفطرات المعنوية، وهي الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
على المسلم إذا صام عن الطعام والشراب أن يصوم أيضا عن الغيبة وعن النميمة وعن الشتم والسباب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه ويعلن ذلك لأن يمنع نفسه من الرد السيء بالكلام. هذا إذا كان يرد، فكيف إذا كان هو البادي، هو البادي باللغو والنميمة وقول الزور؟ الأمر أشد. فعلى المسلم أنه يصون صيامه عما يخل به ويلزم طاعة الله وذكر الله، تلاوة القرآن، والمحافظة على الصلوات مع الجماعة في وقتها، حتى يكون صومه صوما صحيحا تاما ولا يخرقه بالغيبة والنميمة والسباب والشتم، قول الزور، غير ذلك من آفات اللسان. كذلك يصون صيامه عن الاستماع للمحرمات، استماع للغيبة، استماع للنميمة، الاستماع للأغاني والمزامير من الإذاعات ووسائل الإعلام أو من غيرها من آلات اللهو، يصون سمعه، يصون سمعه من سماع الأغاني والمزامير ومن سماع الغيبة والنميمة وكل سماع محرم. كذلك يصون بصره، يغض بصره عن النظر إلى الحرام، فلا ينظر إلى النساء المتبرجات سواء في الأسواق أو في الشاشات، التلفزيون والفضائيات فيها نساء كاسيات عاريات متبرجات مائلات مميلات تعرض في شاشات التلفاز والفضائيات. فعلى المسلم أن يتجنبها دائما، وفي حالة الصيام يكون هذا أشد، فيصون لسانه ويصون نظره ويصون سمعه عما حرم الله سبحانه وتعالى. فليس الصيام هو مجرد ترك الطعام والشراب والجماع، هذا صوم هين، لكن الصوم الصعب أن يصون لسانه وأن يصون نظره وأن يصون سمعه، هذا هو الصوم الصعب، لأن كثير من الناس ما يقدر يصون لسانه ولا يقدر يصون سمعه ولا بصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو يقدر يترك الطعام والشراب ولكن ما يقدر يترك الغيبة والنميمة، ولا يقدر يترك النظر المحرم، وكذلك النظر إلى الصور الماجنة، الصور الماجنة في الصحف والمجلات لا يتصفحها وينظر إليها، لا يجوز هذا دائما، وهو من الصائم أشد. فعلى المسلم أن يصون صيامه عما يبطله وعما ينقصه ويخل به، حتى يكون صياما صحيحا ولا يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ليس له أجر في ذلك، يتعب ولا يؤجر بسبب منه هو، أنه لم يصن صيامه ولم يصن قيامه مما حرم الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستعد لهذا الشهر لما يليق به. كذلك على المسلم أن يكون دائما في طاعة الله وعبادته، حافظا على الفرائض، تاركا للمحرمات في رمضان وفي غيره، لأن يعني بعض الناس يجتهد في رمضان
فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة، هذا لا ينفعه رمضان، لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة، فهذا لا ينفعه شهر رمضان، لأن طاعة الله ليست مؤقتة لوقت ثم ينتهي، لا، طاعة الله دائمة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، يجب أن نعظم حرمات الله، من يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. استأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ صالح، وأستأذن معاليكم في طرح الأسئلة. نعم. هذا الزائر يقول: في بلدنا الجزائر حرص الله بلاد المسلمين يتبعون مذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا، فهل تنصح بالنقود وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة بارك الله فيكم؟ صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد، لأن هذه هي الأطعمة كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام، طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أخرج عن نفسي، أخرج زكاة الفطر نقودا، ووالدي يخرجها طعاما، فهل عمل مستطيع فيكم جزاكم الله خيرا؟ والدك هو المصيب، الذي يخرجها طعاما هو المصيب، فأخرجها طعاما مقدرا بالصاع، نعم، وهو 3 كيلو تقريبا، الصاع 3 كيلو تقريبا، نعم. الصوت الشيخ صوت. هذا سائل يقول: ما حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ أعد. سمعتم الجواب، لا داعي لتكراره. نعم.
المسلم يصوم مع المسلمين في بلده، المسلم يصوم مع المسلمين في بلده ولا يشف عن أهل بلده من المسلمين، يصوم معهم والحمد لله. نعم. عيد الشيخ. ما في صوت الشيخ. ما حكم دخول بنية الراتبة البعدية في العشاء كالركعتين الأولويين في التراويح؟ التراويح غير الراتبة، يصلي الراتبة أولا ثم يدخل بالتراويح، ولا يجعل التراويح بدلا عن الراتبة، راتبة مستقلة. ولهذا قال العلماء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وراتبتها، وراتبتها، ولا يحسبون الراتبة من التراويح. نعم. هذا السؤال يقول هل نقوم بهذا السؤال؟ أعد. أعد أعد يا شيخ. ما في صوت. أنا لا ما فهمت يا شيخ. وضح الصوت يا شيخ مرة ثانية. الجهاز اللي عندهم خطأ. هذا السؤال يقول هل صوت المقام يفسد الصوم؟ شو يقول؟ ما أدري والله يا شيخ، نكتفي عنهم يا شيخ. نعم. شكرا للإخوان في الرياض، وانتقل لأسئلة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، عند دخول الشهر المبارك تتزاحم عندي العبادات والحمد لله، أريد منكم حفظكم الله إعطائي منهجا أسير عليه في هذا الشهر إلى ختامه. المنهج واضح ولله الحمد، تهتم بالفرائض، الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة في المساجد، ثم تشتغل بتلاوة القرآن وتكثر من تلاوة القرآن، وأيضا في الفترات الأخرى تشتغل بذكر الله من التسبيح والتهليل والاستغفار، تكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وستشغل هذه الأعمال، تشغل وقتك إن شاء الله، لا يبقى لك إلا وقت النوم والراحة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل نعلم أن الزكاة تجب إذا حال عليها الحول، وبعض الناس يجعلها في شهر رمضان، وهذا فيه ضرر على الفقراء، فهل يزيد الأجر إذا أخرجت الزكاة الواجبة في رمضان؟ الزكاة تخرج في وقتها، رمضان وغيره، إذا تم الحول تخرج عند تمام الحول ولا تؤخر إلى رمضان، لكن الكلام في الذي لا يتم عليه الحول إلا في رمضان، أما الذي يتم عليه الحول قبل رمضان فيخرجها في وقتها ولا يؤخرها إلى شهر رمضان، لا سيما إذا كان الفقراء والمساكين محتاجين إليها حاجة عاجلة فيبادر بها لسد حاجتهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الفرق بين الفقير والمسكين أثابكم الله؟ إذا ذكر الفقير والمسكين جميعا فالفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا قليلا
أما المسكين فهو أحسن حالا، ومن يجد نصف الكفاية أو أكثرها فهو أحسن حالا من الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال علي الحول وجمعته كي أتزوج به، فهل فيه زكاة؟ وإذا أدخلت عليه بعض المال فهل عليه زكاة؟ بلا شك، المال الدراهم إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، سواء كنت تعدها للنفقة أو تعدها للزواج أو تعدها لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك، تخرج زكاتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. وإذا جد مبلغ جديد وأردت أن تعجل زكاته مع زكاة المال الماضي فهذا أحسن وأريح لك. وإن أبقيت المال الجديد حتى يتم عليه الحول تخرج زكاته فلا بأس بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص أعطاه والده زكاة الفطر ليخرجها ولكنه نسي حتى صلى العيد ثم أخرجها، فهل هي تجزئ وهل عليه شيء؟ تجزئ بعد صلاة العيد إذا فات، تجزئ وتكون صدقة من الصدقات، لا بد من إخراجها حتى ولو بعد العيد، هي في ذمته يخرجها ولو بعد العيد، يكون بعد العيد قضى واجب عليه يخرج، فإن كان متعمدا للتأخير يأثم مع القضاء، وإن كان غير متعمد ناسي أو لم يتيسر له ذلك فإنه يقضيها ولا إثم عليه، المهم لا بد من إخراجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد تحديد نصاب زكاة المال بالعملة السعودية. زكاة الفضة 200 درهم إسلامي، وهي بالمثاقيل 140 مثقالا، و140 مثقالا تكون 56 ريالا سعوديا بالفضة، الريال السعودي بالفضة 56، 56 هذه تقوم بما تساوي في كل وقت بحسبه، لأن صرف ريالات من الفضة يزيد وينقص في الأوقات، تسأل الصيارفة كم صرف الريال السعودي من الفضة وتحسب على هذا الأساس. نعم. أحسن الله إليكم. في عروض التجارة هل يقوم ثمنها الحالي بسعر بيعها أم بالسعر الذي اشتراها به؟ لا، ما يعتبر السعر الذي اشتراها به، إنما يقومها عند تمام الحول بسعرها الحاضر التي تساويه في الحاضر، سواء كان أقل أو أكثر من الثمن أو مساويا للثمن الذي اشتراها به. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب أثناء أذان المؤذن؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل والشرب إذا بدأ بالأذان، وأما إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل الفجر فلا بأس، قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه رجل أعمى فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أي على بداية الصباح. نعم. أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود الأسئلة. الله Yeah.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: رجل يملك أرضا ينوي إذا احتاج إلى المال أن يبيعها، فهل عليها زكاة وقد تكون المدة عدة سنوات؟ نعم، إذا كان ينويها للبيع فإنها تكون سلعة تجب فيها الزكاة كل ما تم عليها سنة، تمنها ويزكيها بالقيمة التي تساويها على رأس السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل قراءة القرآن طوال الليل أم ينام ويقرأه في النهار بعد الصلوات؟ يقرأه حسب ما يتيسر له من الليل أو بالنهار. تلاوة الليل أفضل، تلاوة الليل أفضل، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ليلا، تلاوته في الليل أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ الذي يعجز عن القراءة حفظا لا بأس أن يقرأه من المصحف في صلاة التراويح، لأنه سيقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، فإذا لم يكن حافظا للقرآن فإنه يقرأ من المصحف. كان بعض السلف يفعل هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: لدي 30 رأسا من الإبل، وفي ربيع هذه السنة لم أعلفها شهرين كاملين إلا مرتب العامل، وبعدما رجعت أصبحت أعلفها بما يقارب 50 ريال يوميا بما فيها مرتب العامل، هل تجب فيها الزكاة علما بأنها تخرج من الصباح إلى قبيل المغرب؟ الإبل والبقر والغنم إنما تجب الزكاة فيها إذا كانت سائمة، يعني ترعى أكثر الحول، ترعى الحول كله أو أكثره، أما إذا كان ينفق عليها أكثر الحول أو نصف الحول ينفق عليها فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة الصوم بعد المنتصف من شعبان، وهل من صام أكثر من نصفه الأول يكمل على نفس المنهج؟ نعم، أحسن أنه ما يكون صيامه كله في النصف الأخير، يكون بعضه في النصف الأول وبعضه في النصف الأخير، هذا أحسن. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية. أنا شاب مؤذن وعندي رغبة في حضور المحاضرات والندوات العلمية، فهل أترك الأذان وأحضر المحاضرات؟ أفيدوني أثابكم الله. لا تترك الأذان إلا إذا أقمت نائبا عنك فيه كفاءة، فيه كفاءة يؤذن في الوقت وفيه كفاءة فلا بأس، أما إذا لم تنب أحدا إنك أو لم تجد أحدا يقوم مقامك فلا تترك الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. بالإمكان أنك تحضر أول الدرس أو نصفه أو ما تيسر، وإذا قرب الأذان تذهب إلى المسجد الذي تؤذن فيه. نعم. أحسن الله إليكم. إذا عطس المؤذن وقت الأذان هل يحمد الله ثم يكمل أم بعد الأذان؟ لا، ما يحمد الله في أثناء الأذان، لأن ذكر الله ما يتنافى مع الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تقسيم عقيقة الذكر إلى قسمين، قسم يوزع على المساكين وقسم يوضع على شكل وليمة؟ لا بأس بذلك، لو وضعه كله وليمة أو كله وزع وتصدق به أو بعضه وليمة وبعضه صدقة لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى الحديث الذي عن النساء رؤوسهن كأسنمة البخت؟ أنهن يجمعن شعر رؤوسهن ويجعلنه على شكل رأس آخر، حجم رأس آخر، يكون لها رأسان في الصورة، رأس الذي خلقه الله والرأس الثاني الذي جمعته وربطته إلى جانب رأسها، فصار رأسها كأسنمة البخت
وهي الإبل التي لها سنامان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأشهر الحرم وما حكم الصيد فيها؟ أشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، حرم الله فيها القتال، حرم الله فيها القتال. اختلف العلماء هل نسخ تحريم القتال الإسلام وصار القتال واجبا في كل وقت أو جائزا في كل وقت، أو هي باقية لا يجوز فيها القتال. الظاهر والله أعلم أنها نسخت، أنها نسخت، لأن الله أمر بالجهاد مطلقا، أمر بالجهاد مطلقا، وإنما هذا كان في أول الأمر في الجاهلية كان يحرم فيها القتال. أما الصيد فلا مانع منه، الصيد إنما يحرم على في حالتين، في حالة الإحرام إذا كان محرما، والحالة الثانية في الحرم، صيد الحرم. نعم. وما عدا ذلك الصيد جائز. نعم. أثابكم الله. ما حكم لبس القميص الذي به كتابات إنجليزية أو صور وحيوانات أو صور لاعبين؟ أولا اللباس اللي فيه صور ذوات أرواح لا يجوز لبسه، لأنه يحمل الصور المحرمة، لا سيما إذا كانت هذه الصور صور كفار لاعبين، ولا يجوز هذا الرفع من شأنهم والدعاية لهم. أما الكتابات فلا أدري، إذا كانت كتابات تحمل معاني سيئة أو شعارات كفر أو كلمات كفر فلا يجوز لبس هذا اللباس. أما إذا كانت الكتابة ليس فيها شيء محذور فلا مانع من ذلك. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول: والدنا أطال الله بعمره رجل فاضل وحافظ للقرآن وصاحب قيام ليل فيه خير كثير، هكذا أحسبه والله حسيبه، ولدينا إخوان أو أخوان من حفظة كتاب الله، وقد تخرجوا من قسم القراءات، لكن والدتنا متضايقة منهم، حيث أنهم لا يحضرون مجالس الذكر ولا يقرؤون كتب دينية، وترى أنه بسبب ذلك تولد لديهم رهاب اجتماعي، ولا يستطيعون أن يؤموا الناس في الصلوات، وهم كذلك متضايقون من أنفسهم ومن حالهم، فماذا تنصحون فضيلتكم، وما واجب والدتنا تجاههم، علما بأنها تدعو الله لهم كثيرا؟ نعم، الدعاء في محله، تدعو الله لهم، وأيضا يدربون، كان عندهم خجل من الإمامة ومن يدربون عليها شيئا فشيئا، ويزول إن شاء الله الخجل مع التدريب، ويناصحون أيضا بطلب العلم ومجالسة أهل العلم الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: أنا أب لأربعة أبناء وبنتين، كلهم تزوجوا والحمد لله، فبنى ثلاثة من أبنائي الذكور بيوتهم في بقع أرضية هي في ملكي من مالهم الخاص، وقام الرابع بترميم بيت في ملكي كذلك، وهو يسكن فيه منذ 18 عاما. والسؤال: هل يجوز لي أن أعطي لهذا الأخير هذا البيت وأكتب الصك باسمي، علما بأن إخوانه كلهم راضين وموافقين على ذلك؟ لا بد من المساواة بين الأولاد في العطية، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا بد من المساواة بينهم، فمن لم تعطيه شيئا فأعطه مثل من أعطيت قبله، أعطيه مثل من أعطيت قبله، هذا هو العدل، ولا يجوز أن تخص بعضهم دون بعض. نعم. أحسن الله إليكم. تكملة للسؤال أثابكم الله يقول: ما هو الحل فيما أنفقه الإبن الرابع في ترميم البيت، في حال ما إذا لم يجوز ذلك شرعا؟ يحسبه عليه ويطالبه به، استرجعه منه، إلا إن كان يعطي الآخرين مثله، إذا كان ما هم معطين الآخرين مثله يسترجعه منه، يعتبره دينا عليه، استرجعه منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أخرج الزكاة عنه وعن أهل بيته فهل يخرجها عن الجنين الذي في بطن أمه؟ استحب. أما إخراجها عنه وعن أهل بيته فهذا واجب، أما إخراجها عن الحمل فهذا مستحب ليس واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخذت من الحجاج مبلغا لكي أحج عن أبيه، ثم قال لي: تحج بأي نوع من أنواع النسك، ولكن تذبح شاة، وأنا حججت حج إفراد ثم اعتمرت لكن لم أذبح، فهل هذا صحيح؟ إذا كان شرط عليك أنك تذبح فدية تذبحها، تكون تطوعا مشروطا عليك، تطوع مشروط عليك، تذبحها وتتصدق بلحمها في الحرم على المساكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قي الطفلة علما بأنها بدأت تأكل الطعام؟ لا فرق في القي بين الطفلة والطفل، كله نجس، يغسل من الثوب أو من البقعة، يغسل القي من الثوب أو من البقعة لأنه خارج من المعدة، سواء الطفل أو الطفلة لا فرق بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الضابط بين اليمين اللغو واليمين المنعقد أثابكم الله؟ اللغو الذي لم يقصده الإنسان، جرى على لسانه من غير قصد، أما اليمين غير اللغو فهي التي قصدها وعقدها في قلبه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم، العبرة بنية القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أكفر عن أيمان عديدة ولا أعلم عددها؟ قدرها، ما ندري وش الأيمان هذه، ربما أن بعضها ما فيه كفارة أو بعضها ما ندري، لازم تفصلها من أجل تكون الإجابة واضحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اصطاد شخص حيوانا من أعلى الجبل ثم سقط من الجبل فهل يجوز أكله أم لا، لأنه لا يعرف هل مات بسقوطه أو من قتل السهم؟ لا يأكله لأنه مشتبه، لا يدرى هل مات بالإصابة بالرمية أو أنه مات بترديه، يكون من المتردية، ما دام كذلك فلا يأكله إلا إن أدركه حياً وذكاه. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا آخر سؤال. يقول: هل يشرع صلاة النافلة للموظفين أثناء الدوام أم يكتفي فقط بالفرض؟ صلاة النافلة أو تلاوة القرآن أو غيرها من العبادات المستحبة إذا كان يؤثر على العمل فلا يجوز له الواجب.